أهلا بك يا عزيزتي ومشاهدي أهلا بك. سكاي نيوز. لا شك أن هذا يأتي ضمن الردع الاستباقي، ما قد نسميه الردع الإعلامي، الإعلام عن إطلاق مثل هذا الصاروخ، التأكيد على أن روسيا جاهزة أن تذهب إلى أبعد ما يكون من أجل حماية أمنها. ترى روسيا بأن اقتراب الناتو من حدودها أمر خط أحمر لا يجوز اختراقه، وهي تحشد عسكريا بشكل كبير في هذا الإطار، وتستعرض قوتها وتقول للغرب الذي اقترب من حدودها كثيرا وهناك يسعى إلى ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، بأن روسيا لن تسمح بذلك، وهي لديها من القوة ما يكفي ومن الصواريخ ما يمكن ردع القوات حلف شمال الأطلسي، وبالتالي هي مستعدة. إذن هو نوع من الردع المسبق واستعراض من أجل القول للغرب بأننا لن نتراجع في هذا الملف الحساس والحاسم جدا بالنسبة إلى روسيا. طيب بالنسبة للرسائل، يعني وفق قراءتك دكتور، كيف سيستقبلها الغرب والدول الأوروبية بشكل عام، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التوترات الحالية فيما يتعلق بالوضع بأوكرانيا؟ يعني قراءتي الشخصية تقول بأن هذا التصعيد العسكري وهذا التوتر الحاصل الآن ما بين الغرب عموما على درجات متفاوتة، بمعنى أوروبا ليست بنفس الوضع الذي تجد نفسها به أمريكا. أوروبا لديها مصالح كبيرة مع روسيا، من ضمنها الغاز الروسي، وبالتالي هو قضية استراتيجية، ولكن سينتهي هذا التصعيد إلى شيء من الحوار. هناك الآن حديث عن أن اجتماعا قريبا سيكون بين الروس والأمريكان من أجل بحث التهدئة في هذا الموضوع. كييف رغم التصعيد ورغم كل ما تقول، يعني أيضا تصرح بأن الحل هو يجب أن يكون سلمي وأنها ليس لا ترغب في التصعيد، وبالتالي بتصوري أن الأمر سيظل على ما هو عليه، بمعنى منع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وبنفس الوقت لا أظن أن روسيا ولكن دكتور، يعني أين هي هذه المؤشرات على أن الأمور لا تتجه نحو سباق تسلح ما بين القوى العسكرية، ربما بناء على تجربة الصاروخ هاته اللي تعلن عنها روسيا، بناء على إشارات تقول موسكو أنه لم ترى من الاتحاد الأوروبي أي استعداد للتعاون فيما يتعلق بمطالبها بالضمانات الأمنية فيما يتعلق بالناتو، وفيما يتعلق أيضا بالفرقاطة الفرنسية في المنطقة؟ يعني هو تحشيد عسكري، هو سباق تسلح، ولكن هو سباق تسلح بقصد يعني رفع حد التوتر، ولكن الغرب يجد أن روسيا ماضية وبقوة في هذا الموضوع. حتى أعلان فرض عقوبات على روسيا، أظن أن أوروبا ستعد إلى العشرة قبل أن تقوم بمثل هذه الخطوة. قطع الغاز الروسي عن أوروبا سيشكل كارثة حقيقية بالنسبة للأوروبيين، يعني أصلا ارتفاع أسعار الوقود الآن مع فصل الشتاء مشكلة كارثية. التهديد بإلغاء مشروع نورد ستريم 2 الذي يعني سيصل الغاز الروسي في ألمانيا ومن ضمنه إلى دول أوروبا مشكلة، وبالتالي العقوبات قد ترتد على أوروبا، وبالتالي أوروبا يعني أيضا تضع كوابح بشكل أو بآخر أمام أمريكا نحو التصعيد والذهاب أكثر، وبالتالي هذا التصعيد ستجد أوروبا أنها والغرب عموما بأنه لا يريد أن يدخل في حرب، وبالتالي سيتم ضبط الأمور على ما هي عليه بتصوري، منع أوكرانيا من أن يكون لها قرار سيادي، وهذا ما تسعى إليه روسيا. ربما لا تدخل روسيا إلى أوكرانيا كما فعلت في شبه جزيرة القرم، ولكنها بنفس الوقت ستمنع دخولها. طب ولكن هل هناك ضمانات دكتور أن لا تخرج الأمور عن السيطرة؟ تطالب روسيا بشيء من الضمانات، وأظن أن الغرب سيستجيب إلى بعضها، من ضمنها ما يطالب به الروس بشكل واضح هو عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، عدم السعي إلى تهديد حدود روسيا. روسيا لديها تعتبر أوكرانيا جزء من أراضيها أو من ورثة الاتحاد السوفيتي، وبالتالي هي تجد أن الغرب هو من يقترب من حدودها، وبالتالي هي ذاهبة بقوة في هذا المجال. الأمر يعني لن يمضي أكثر من ذلك.
طيب دكتور، يعني من خلال قراءة سريعة على الإعلام الغربي والفرنسي على الخصوص، يعني يبدو أنه مزاعم وأعلنت وحسب، يعني هناك نوع من التشكيك في أنه العملية تمت بنجاح، وخاصة التركيز على مسألة عدم تقديم روسيا لأي تفاصيل فيما يتعلق بهذه التجربة. هل هناك نوع من التشكيك غربيا في هذه التجارب أو هذه المنظومة؟ هناك في فرنسا بشكل أساسي الآن الأعلام يوظف بشكل كبير في الحملة الانتخابية، يريد ماكرون أن يظهر دائما بمظهر البطل، بمظهر لديه طموح شبه نابولي، يعني يشبه نابليون بونابارت، يريد التوسع، يريد أن يظهر دائما كلاعب أساسي في الساحة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك أيضا تغير في السياسة الألمانية، ولكن كل ذلك يقرأ ضمن قراءة إعلامية فحسب، لم تمضي الأمور بتصوري أكثر من ذلك. سيتم ربما يستمر التحشيد العسكري، ولكن في لحظة من اللحظات أظن في جانوري في بداية الشهر القادم سيتم وضع الأمور في إطار دبلوماسي، وإلا إذا دخلت روسيا يعني وقامت بمثل هذه المغامرة ربما المحسوبة ولكن الخطيرة أيضا، دخلت إلى أوكرانيا كما فعلت في شبه جزيرة القرم. وأظن أيضا أن هذه الخطوة مؤجلة، لأن التحشيد العسكري الكبير سيجعل روسيا بالمقابل أيضا تعد العشرة قبل أن ترتكب مثل هكذا خطوة. ولكن حتى حينها، حتى فيما يتعلق بشبه جزيرة القرم، كان الأمر مستبعد أو غير متوقع أن تقدم روسيا على هذا الخطوة، ولكن كرست نوع من الأمر الواقع. الغرب مستعد إلى التخلي عن أوكرانيا أو المقايضة بها؟ لنا روسيا واضحة في هذا الموضوع، أوكرانيا خط أحمر لا تقترب منه، يعني هي حتى حينما دخلت إلى شبه جزيرة القرم أرادت أن تضع حدا إلى مثل ما تعتبره هي ذلك التمدد الغربي نحو حدودها وتهديد مصالحها وأمنها القومي. وبالتالي بتصوري يعني قناعتي الشخصية أن روسيا لن تفرط في أوكرانيا أبدا. هذا الموضوع واضح في تحشيدها العسكري، في الذهاب باستعراضها العسكري، التحشيد، المواقف الصلبة التي تؤديها، كل ذلك واضح بالنسبة إلى الروس. ولكن هذه المرة الغرب يعني يعي بأن الروس يعني ربما يمارسون نفس السيناريو الذي قاموا به في جزيرة القرم، وبالتالي هذا التحشيد العسكري الغربي أيضا ربما سيضع حدود لمغامرة روسيا في ضم أوكرانيا أيضا إلى روسيا. وبالتالي الأمر الآن أظن أنه في منطقة متنازع عليها أقليم دونباس، وسيحصر في المشاكل الحدودية دون أن يستطيع أحد الطرفين أن يضم أوكرانيا الحدودية بين هذين القوتين الغربية وال روسيا، بما يذكر بألمانيا الغربية والشرقية في فترة من الفترات. وبالتالي أظن أن الأمور ستبقى على ما هي عليه إلى أجل غير مسمى، سيتم ضبط الأمر بهذا الشكل، لن يتم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ولن تدخل روسيا إلى أوكرانيا، وهذا ما أعتقده الأقرب إلى الواقع، وإلا سيكون هناك مغامرات عسكرية ليس أحد مستعد لها.